السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد لي الصباح. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. اليوم وجبتنا راح تكون ملوخية. بدنا نستعمل ملوخية زياد اللي هي بتنباع بالسوق مفرزة، وعملية طبخها بسيط جدا جدا، يعني أي ست بالبيت ممكن تساوي، حتى الشباب ممكن يساوي، يعني إذا مرته عم تشتغل أو ما موجود بيت راحت شوبينج او تعبانه ما بدها تطبخ اليوم ممكن هو يساويها. فاللي بنساويه احنا من نبدا نحط طنجره على النار ونعطيها شويه بصل، وأكيد راح نستعمل اليوم سمنة زياد. على ما يبدو زياد عنده كل شيء بالسوق، ما في داعي يعني الواحد يفكر بشيء ثاني، كل شيء موجود وكل شيء متوفر. ف نعطيها معلقة سمنة نستنى لحتى تحمر السمنة، نفتح كيس الفروزن ملوخية ومننزله مثل ما هو، ما في داعي يكون يعني نعمل له ديفراست، مننزله مفرز أو مننزله بشكل عادي. حاولوا تطلعوا كل شيء من الكيس لأنه أحياناً بيعلق كمية منيحة. وهي الملوخية عم تغلي، بلشت تغلي، منضيف شوية مي، لا مو كتير يعني بحدود لكل ظرف بنعطيه نص كاسة مي فقط يعني. طبعا الدجاج بيكون مطبوخ قبل بوقت. طبخ الدجاج سهل جدا، اي ست بالبيت ممكن تساويه، عباره عن دجاج مقطع ومسلوق، ما في داعي تبهريه نهائيا يعني، لانه هو الدجاج راح ينطبخ مع الملوخيه وراح ياخذ كل الزوم تبع الملوخيه. فمنقطع الدجاج والبهار الوحيد للملوخية هو عبارة عن ملح وفلفل فقط لا غير. إذا حبيتوا تستعملوا بهارات تانية مثل ما أنا بستعمل بحط شوية كمون. فننتظر يعني خلال إن شاء الله خلال بالكثير نص ساعة بتكون الأكلة جاهزة أو أقل من هيك على هو الكمية اللي عم بتساووها. فأكلتنا تقريبا صارت جاهزة هلأ. الملوخية بلشت تدوب مع الدجاج والبصل قبل ما ننزل الطنجرة. طبعا بنعطيها شوية ثوم فريش، يا اما بنحطه فريش يا اما بنقليه مع الكزبرة. انا بفضل نحطه فريش بيعطيه نكهة أقوى، وبنفس الوقت عم نحاول نبعد على موضوع القلي والكوليسترول لأنه هالشي هذا وبرمضان تقيل شوية عن المعدة. ومثل ما بتقولوا أزواق يعني الكزبرة والثوم على هو التيست تبعك، يعني إذا أنت بتحب الكزبرة والثوم زيادة ممكن تزود شوية اكسترا توم واكسترا كزبره. تقريبا اكلتنا صارت جاهزه هلا، بس بدنا ندعمها بشويه رز مع شعيريه.
ف فخلينا نبلش نعمل الرز. طبعا بالنسبة للرز برضو كمان بدنا نستعمل السمنة تبع زياد. سمنة زياد في إلى نكهة السمن العربي، وسمنة خالصة هي يعني. نحط كمية من الشعيرة الشعيرية. ننتظر لحتى الشعيرية تحمر أو يصير لونها يعني براون، ومنضيف رز بقيمة كوب واحد. يفضل انه ينقل الرز مع الشعيرية، بيعطي نكهة كثير كثير ظريفة وطيبة قبل ما نحط المي. والرز بشكل طبيعي كل كاسة رز بدها كاستين مي. طبعا شوية ملح، حركها بلش تغلي. بس تبلش تغلي بنوطيها على الأخير، بنتركها تسمر وتستوي على مهلها، وهيك بتكون طبقتنا جاهزة. خلينا نطبق لكم إياها مثل ما شفتوا. صحتين وألف عافية. ملوخية مع الرز، وهي يعني أكلة خفيفة عن المعدة وظريفة ومطرية للمعدة كمان، وأكلة رمضانية هيك تعودنا ونحن صغار ناكلها وربيت معنا.